دي بقى هعمل. بص اول ما بفرفته، ما بفرفته عادي جدا، بس بينزل ازاي؟ بص بالفرش، وانا اللي كسبت. وهاخد صف الكوين، هاخد صف الكوين الذهبي. اي 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 فلوسي اهو كسبت. يلا ونشوف الدور على ايه بقى. حلو قوي الدور. فكر بصوا سلايم جميل جميل بتاعي. بصوا بيبقى شكله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل متابعينا وحبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. معايا لارا النهارده، يلا قولوا ازيك يا لارا. ازيكم. احنا النهارده عندنا حاجه جديده كده ولذيذه، مش هنفتح حاجه بقى سربرايز، لا احنا عندنا العاب وحاجات جميله جدا عشان بس نقضي وقتنا بحاجات مفيده وحلوه. عندنا سلايم، سلايم كده جميل قوي باشكاله بحاجته، هنفتحه مع بعض ونشوفه هو عباره عن ايه. وعندنا اللي هو المانتوفلي الشتوي، ازاي نلونه، بيتلون بالالوان اللي تعجبك والالوان اللي تحبيها وبتلبسيه في الشتاء. ودي حاجه عجبتني جدا ان هي بتبقى مفيده في نفس الوقت، بلعب بيها بتبقى مفيده هستفاد منها. ومعايا السمكه البابلز حلوه قوي، دي انا بجيبها اصلا عشان العب بيها وحلوه قوي. وهنفتح كل حاجه مع بعض وهنجرب كل حاجه مع بعض وهنشوفها عباره عن ايه. بس تعالوا نبتدي بايه لارا النهارده؟ الالوان الشبشب الشتوي. ايوه هنلون الالوان دي الاول ونجربها الاول، بعد كده نجرب كل حاجه مع بعض. تعالوا معانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى. بصوا هو الشبشب ده، استني عشان دي فرده اهو. بصوا هو عباره عن ثعلب وثعلوبه اهو، ده ولد وده بنت، بحيث ان هما يمشوا بتهيالي ولادي وبناتي. حلوه قوي. بصوا الشكل ده بيتلون. طبعا هما جايبين العلبه دي، بنشتريها من اي محل بتاع العاب، وبيكون معاها هي نازله بمناسبه الشتاء طبعا عشان الشتاء قرب، ونازله معاها الوانها بحيث الالوان دي بتتغسل. لما بغسل الشبشب واحب اشيل الالوان بتاعتي بتتغسل وبتتلون تاني، مفيش اي مشكله. حتى لو انتوا لونتوها ما عجبكوش الالوان وعايزين تمشوا بيها كده ساده، عادي بتغسلوها وبتنشف بسرعه ومفيش اي حاجه بتحصل، وعادي جدا بيبقى يرجع للشكل ده تاني اهو. ودي الالوان بتاعتها حلوه قوي، انا حسيت ان هي هتبقى مفيده وحلوه قوي. تعالي نفتح الالوان. يلا يا لارا انا هفتحها. هتساعديني؟ ايوه اهو. بسم الله بسم الله. هم عباره عن اربع الوان، وهي العلبه شكلها ايه؟ ايه اسمها؟ برنسس باركل. حلوه قوي. هتختاري ايه؟ اختار البنت عشان انا بنت. ماشي اتفضلي. هنلونها مع بعض، وتعالوا نشوف بس الاول عشان ما نطولش الفيديو عليكم. هنشوف هنلون ايه في الاول، اللي بتتلون ازاي، وتشوف الالوان بتطلع عليها ازاي، وبعد كده هنخلص بسرعه مع بعض. يلا تختاري الوان ايه؟ انا اختار ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نلون مع بعض. ايه شوف بتاعك لوني قدام الكاميرا. لا قربي. خلاص انا غلطت، مش هينفع اعملها كلها بلو بقى، انا غلطت، رسمت السحاب هو لونه بلو، مش مشكله بقى عادي. انا مش هرسم كل حاجه، ماما هيفصل. انت لسه في كيكه، انت ما رسمتيش الكيكه لسه. انت اللي خسرتي. لا ما خسرتش. لا انا ما بخسرش. انت بتخسري. يلا ماما هتخسر. انا ما بخسرش. خلصنا خلاص التحدي والتلوين، وبصوا ده بتاع لارا وده بتاعي. بصوا مين احلى بقى، عشان اللي هي الاحلى هياخد صف من الكوينات دي. مش عارفه مين احلى بصراحه، انت بتاعك احلى عشان انت
رسمتي كله بالالوان، انا في كتير عندي ابيض، وانا الغلطه الوحيده اللي عندي ان انا رسمت السحاب لونه ازرق، والمفروض ارسم السما نفسها هي لونها ازرق، لكن انتي بصراحه انتي شاطره ورسمتي كل حاجه، ما خليتيش اي حاجه لونها ابيض، انا بتاعي كله ابيض. ايه رايكو لورا تكسب التحدي؟ انا كده خسرت التحدي طبعا، فلورا كده اللي كسبت التحدي. فايه اختاري بقى صف كوينات، اختار اللون الذهبي. ولورا كده خلاص كسبت اول تحدي، وانا لسه ما كسبتش اي حاجه خالص، عشان هي رسمتها بصراحه اللي فازت، وانا لسه انا خسرت عشان في ابيض عندي كتير وملونتوش كله، وغلطت كمان في السحاب، فخلاص لورا كده كسبت اول تحدي. يا بختك يا بختك يا محظوظه. لسه نخلصوا دول، هناخد فلوس تاني بالورق. ماشي هناخد فلوس تاني الورق. يا بصوا بصه للفلوس الورق. ايوه ماشي يلا يلا، لسه هنجيب بتاعه دلوقتي، هنجيب بتاعه السلايم ونفتحها مع بعض ونشوف ايه هي فيها ايه. احنا زي ما قلنا هنجرب دي بتاعه السلايم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي احنا اصلا لعبنا بيها قبل كده، بس هنجربها مع بعض دلوقتي. بصوا هي عباره عن ايه، هي عباره طبعا عن علبه اهو عشان تكونوا شايفين، بس هي علبه. هنبدا لون البينك بقى. ماشي هي علبه كده عشان نفرغ دي، ده سلايم رملي بيبقى عامل زي رمله، هنفتحه دلوقتي ونشوفه مع بعض. ودي بتبقى الاشكال بتاعته، دي عباره عن اشكال بتاعته. هنعمل بيها دلوقتي اشكال ونجربها مع بعض. وانا زي ما قلت لكم دي بتبقى بصراحه حلوه قوي للكبار وللصغيرين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح لون البينك. نفتح عادي، ممكن نفتحهم كلهم ونحط كل واحد في ايه، في ناحيه، بس ما نلخبطهمش مع بعض. صف صف صف. ماشي بص هنعملها صف. التحدي المره دي على ايه يا لورا بقى؟ مين يعمل اشكال اكتر اكتر؟ ماشي، مين احلى اشكاله هياخد فلوس تانية. اشكال اكتر، بس مش هنلخبط الالوان على بعضها. ايوه بقى عشان نبص ما تبص. ايوه بص هنعمل ايه، لون بقى البينك ده حلو قوي. بصوا ناشف قوي، ناشف. بصوا الازرق حلو قوي، ماما كتبتها صح ماما؟ جميله. بص بقى بصوا هي دي هتبقى ايه الاشكال والالوان بقى نشوف. استنوا بسم الله الرحمن الرحيم، هنفضي بقى الاشكال. خدي انا اللي هفضي. لا مش هنا بقى، عشان نعرف نعمل الاشكال جوه. خديها بره كده عشان تبقى سهله علينا، عشان نعمل الاشكال اسرع. ده بتاعي انا بقى. خدي يا ماما، خدي يلا يلا. ايه الصف اللي هيكسب اسرع هياخد صف كوينات، تمام؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه هو اصلا ملمسها، بصوا بيتعمل بعد كده بيتجمد حلو قوي. بصوا ده بصوا ده بصوا بيتعمل ازاي اهو، الصف المين حلو قوي. يلا يلا نشوف الازرق كمان. واو بصوا في جليتر كده، انتوا شايفين في جليتر اهو. هنشوف الاصفر في جليتر برضو، والاصفر وقع جوه البينك وهتبقى بهدله. يلا 1 2 3. اوف اوف ماما كده بهدلت، هنبهدل الدنيا. ماليش دعوه، انا عايزه اكسب بقى التحدي ده. لا انت ايه، بصي كل لون قدام بعض. بصي يعني انت تعملي اللون ده عادي، وانا هعمل ايه اللون، انا هختار البلو، وانا وانت البينك نعمله في عادي في الاخر اهو. هنعمل بس اشكال كتير كده. انا عملت ايه كيكه، تعملي جنبك اهم حاجه عشان ايه. وان بصوا 1 2 3 جو. اوه طلع لي حلو قوي، جميل. نعمل برضو شك، انا اصعب شويه بس عشان نعمل كده اهو. وصعب كده اهو. يلا بسرعه، قربت اخلص، قربت اخلص، قربت اخلص، قربت اخلص اللون بتاعي. لا اللون بتاعي حلو احلى. قربت اخلص اللون بتاعي. لسه لسه لسه. لا مش لسه، لا انا عايزه حاجه ايوه سهله، حاجه سهله بتاعتي. ايوه قربت اخلص. اهوت اهوت اهو 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 اهو. يا خدي اشكال من عندي، خدي. اخدت اشكال، انا شكلي هاخد الكوينات المره دي.
مش كتير، واحدة بس صح يا ماما؟ صح؟ اه هي واحدة عشان لسه فيه بتاع البابلز. اه لسه مين هيعمل بابلز اكتر؟ ايوه هو اللي يفوز. مين هيعمل بابلز اكتر؟ حلو قوي السلايم ده، بصوا بص بيعمل ازاي، حلو قوي. لازم 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 لازم. انا عايزه اوريكم حاجه بس في اخر التحدي. التحدي لارا العطولة. يا لارا انا شكلي انا اللي هكسب. ايوه انا اللي هكسب. اوبس اوبس. بتقولي اوبس ليه؟ كانت هتقع مني وتتفرفت بس انا لحقتها. بس بصوا حلوه قوي الازرق الاصفر بتاعي، حلوه قوي حلوه قوي، بس انا اللي هكسب بالازرق بتاعي الجميل. انا بحب طبعا اللون الازرق البلو ده، بحس واو بيبقى لون البحر كده بحبه قوي. ايوه لون البحر. انا اختار لون البينك. يا خراب بصوا يا جماعه انا هنقل الاشكال بتاعتي. بصوا سهله النقل يعني، بصوا بمسك الشكل ما بيتلخبطش عادي جدا، حلو قوي. بمسك الشكل بيخلطش ما بيتلخبطش. ايوه عادي انقل الشكل ده هنا. ايوه اجيب الاشكال بتاعتي هنا عادي، اقربها مفيش اي مشكله. ايه مش مفيش اي مشكله ان انا اكسب برضو، مفيش اي مشكله. هتاخدي فلوس تانية صح يا ماما؟ كل حاجه فلوس. الناس يعيطوا مش هيعيطوا قوي. لا عادي يعني، اصل ده تحدي. الكميه بتاعتي بتاعت الفلو، ولارا بقى خلاص حست ان هي خسرت، راحت ايه مبوظه الطاعه اهم. وانا كسبت، بس احنا مجربناش البينك، عايزين نجرب البينك. تعالي نعمل شكل البينك بس الاول عشان يبقى ايه شكله حلو. حلو قوي سلايم، حلو قوي يا جماعه. ماما انا عايزه اختار اللون اللي عندك. عايزه تختاري اللون اسرع يعني؟ لا واو واو اللون ده حلو. بصوا البينك، بصوا البينك حلو قوي. انت عملت عندي حلو قوي. المره دي بقى هعمل، بصوا اول ما بفرفته، ما بفرفته عادي جدا، بس بينزل ازاي. بصوا بالفرش. وانا اللي كسبت، وهاخد صف الكوين ده. هاخد صف الكوين الذهبي. انا اي 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 فلوسي. اهو كسبت. يلا ونشوف الدور على ايه بقى. حلو قوي الدور. فكر بصوا سلايم جميل جميل بتاعي. بصوا بصوا بيبقى شكله عامل ازاي. لولي خلاص بقى نتنقل للخطوه الثانيه. يلا خليكم معانا قبل ما نروح نشوف، وهو السلايم اهو. يلا تعالوا نروح نشوف باقي اللعب اللي معانا. بقى السمكه الشقيه اللي هي بتاعه البابلز دي، عباره يا جماعه عن سمكه بتعمل بابلز كتير. هي عباره عن مكنه كده المفروض بتدور، بس المفروض بنضيف لها اي نوع من الصابون، اللي هو الصابون مثلا بتاع المواعين او الشاور، بنضيف لها حبه ونزود عليهم ميه شويه صغيرين ونحطها في بقها كده. المفروض بصوا بقها كده جواه بقى جواه صابون، شايفين؟ هو الاسرع هو هيك. ايوه اللي هيعمل، بصوا التحدي دلوقتي، اللي هيعمل بابلز كتير هو اللي هياخد ايه؟ فايزه الفلوس. ماشي نقول بسم الله. بصوا بصوا هي دي بتلف من هنا، عشان انا بس مش هعرف عشان دي من ناحيتي. هنقوم عشان نعمل بابلز ناحيه لارا. ماما الله يضربها. عملت حاجة صغيرين. ده طلع شوية صغيرين ليه؟ ماما خلاص خلاص. ايه مش طلعت معايا. ايه ده؟ انا شكلي حطيت صابون كتير جدا، المفروض اقلل الكمية. خلاص خلاص. لا لازم اعمل صابون كتير. خلاص خلاص يا ماما. طيب يا بنتي يلا استني، ما طب استني ما اقلل كميه الصابون. جايز الصابون كتير قوي مش مديها ايه حريتها ان هي تعمل ايه بابلز. قلل الصابون كده، اقلله شويه صغيرين. تعالي نجربي بقى اما اوبس. طب مش مشكله قللنا، هي قللته. اعملي كده طيب، شوفي جربي. اوه طب استني اهو يلا.
استني عشان يلا يلا بسرعة. انت عملتي بابلز كتير. بابلز اهو. يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. الله هاتي. الله بابلز بابلز. انت عملتي بابلز كتير. انا غلطانة زودت الصابون كتير. المفروض تزودوا صابون شوية صغيرين. انتي برضو كسبتي التحدي. يا شيء. اوه الصابون ده كله. خلاص انتي كده كسبتي التحدي. لارا كسبت التحدي. هديلي الفلوس. هديكي الفلوس. اتفضلي الفلوس اهو. وبكده خلاص انا كسبت تحدي واحد بس اللي هو بتاع سلايم. لارا كسبت بتاع البابلز وكسبت بتاع المنتوفلي. وخلاص كده احنا هناخد فلوس تانية كده. يعني انا فلوسي اهي خلاص. ايه يا ماما اللي كسبتها. وخلاص لارا كسبت اكتر فلوس طبعا. وكده وصلنا خلاص. هاتي الفلوس بتاعتك. لا مبينها هنا مش حاطها بعيد. لارا كسبت الفلوس بتاعتها اهي. ايه خلاص وكده خلاص. واستنونا ان شاء الله في حلقات كتيرة مع يوميات لارا العسولة. وعلى فكرة عندنا مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. الفترة الجاية دي هنجيب لكم بوكس كبير فيه سربرايز كتير وهنفتحه مع بعض ان شاء الله. مفاجآت كتير وهدايا كتير. ومع الف سلامة. ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وباي باي يا ليلار. باي باي باي.